دكتور انت كنت قلت لي حاجه في العربيه كده واحنا جايين، بصيت لك ساعتها وقلت لا دي استناك واحنا بنسجل. قلت لي احنا عملنا مشروع ورجعنا ثمنه للدوله اللي عملناه لها في اول سنه. ايه المشروع ده؟ هو كان مشروع هيدروبوني، كنا زارعين تقريبا 10,000 متر خس، وده كان امن غذائي للبحرين. يعني موضوع امن غذائي للبحرين بعد الاحداث الاخيره، فعملنا امن غذائي للبحرين. ف 20 هكتار تقريبا كلفونا حوالي 36 مليون دولار. ال 40 هكتار اللي حضرتك بتتكلم عليهم كلفونا 36 مليون دولار، دول بالظبط رجعنا فلوسهم في سنه وشهرين بالظبط. دكتور الهيدروبونيك بزراعة للخضر فقط ولا أنواع معينة من الخضر كمان؟ لا، هو الهيدروبونيك بيزرع كل شيء كل شيء، ولكن في عندنا حاجات بتعمل جدوى اقتصادية عالية، وفي حاجات بتبقى جايبة برضو. يعني مثلا أي حاجة أرضية زي البطاطس والكلام زي ده، لا الزراعة الأرضية أفضل. رغم أنه هو يعني مفتوحة رغم أنه هو بينجح في الهيدروبونيك، ولكن الزراعة الأرضية أكتر لسببين. خبرة الناس في التعامل مع النباتات الأرضية في البطاطا والبطاطس والبصل سهلة، لكن بالنسبة لي تقول لي مثلا الهيدروبونيك، لما أقول لك في البطاطس أقول لك لا، الهيدروبونيك أشغل إيروبونيك بطريقة الزراعة الهوائية وأنتج تقوي بطاطس. الحالة الجيدة اللي احنا الحمد لله نشتغل فيها دلوقتي ان احنا هنشتغل بالطحالب بس بطريقه مختلفه. سبايرولينا تبقى برضو في المدينه، هي مجموعه مش سبايرولينا لوحدها، عشان نشتغل بنسبه معينه عندنا حوالي 5-6 انواع سبايرولينا احداهم، وكيرولا ببتدي بنسب معينه، وبنعمل فيه كلوز سيستم، كله تيوب كلوز سيستم في مكان متحكم 100%، مفيش اي تلوث عندنا، مفيش حاجه زي كده، وده مخصوص علشان اعمل الاوميجا 3. ومن الأوميجا 3 كمان البواقي بتاعته اللي هي بعمل البروتين الخاص بالإنسان. يعني هو المشروع حقيقي مكلف في الأول، لكن هو كمان مربح جدا، والحمد لله دلوقتي عندنا نقلة نوعية في زراعة السبايرولينا أو مجموعة الطحالب. يعني أديك مثال، لو أنا خدت المنتج بدون تصنيع، وإحنا أنا دي حتة لازم أكمل المنتج الآخر. لو خدنا المنتج بدون تصنيع في الحالة زي دي، هو بيكلفني 12 مليون دولار المشروع، بعد 9 أشهر برجع لك كل شهر مليون دولار. يعني في الحالة زي دي في خلال سنة كاملة تسترد فلوسك، تسترد كامل فلوسك. لكن لو عملته بتصنيع محتاج بعض الشهادات أو بعض التصاريح، زي حاجة محتاج مصنع أو تصريح مصنع بس للمكملات الغذائية. والحمد لله احنا عندنا من التيم بتاعنا أصحاب بتنت، أصحاب براءة اختراع في هذا المجال، والموضوع ماشي عندنا الحمد لله، وده اللي عايزين بنحلم ان احنا نطبقه في مدينة واحدة.